أخيرا نحن في من إسبانيا وصلنا إلى غرناطة وقصر الحمراء، قصر الحكايات والانتصارات والانكسارات. ينتسب إلى بني أحمر؟ لا، قالوا لا، ممكن يكون من القرن الثالث هجري. قصص كتير حوالين هذا القصر، حوالين تأسيسه وحوالين العظم اللي جواه، لذلك يعتبر هو من أهم المعالم في العالم كله ومن أجملها ومن أهم 12 معلم في أسبانيا، وله حكايات كثيرة جدا، حكايات تخصنا قوي، لازم نسمعها مع بعض وإحنا بنتجول في هذا القصر صاحب التاريخ الجميل والحزين أيضا. قصر الحمراء أو مدينة الحمراء زي ما قال لي أخونا عبد الجواد، لقينا شاب جميل قوي كده، أول ما شافني قال لي إيه ده، اتخض كده، قال لي إحنا في مصر ولا إيه؟ عبد الجواد أول واحد يقول لي إنه دكتور أنت منين في مصر؟ قال لي أنا من الرحاب. قلت له من الرحاب في حاجة اسمها كده؟ قال لي أيوه، أنا مولود، أنا متربي في مدينة نصر وأنا صغير، بروحت رحاب وأنا صغير برضه، لكن تنورنا على الأصل لقينا في سير الزين أبو شبرا تبعنا يعني. فعبد الجواد هيساعدنا مساعدة كبيرة جدا فيه، لأن هنا المكان حسب ما قرينا في الورق 142 ألف متر، يعني بنتكلم في حوالي 35 فدان. هنا مدينة الحمراء اللي بيسموه الناس قصر الحمراء، لكن عرفنا بقى من عبد الجواد معلومات إضافية أنه ده مدينة الحمراء. هي ليه مبنية هنا؟ ما تيجي تبص كده المدينة كلها اللي هي الحصور ده بتاعها، وتحت غرناطة، فيبقى الحاكم قاعد كده ويبص على الرعاية بتاعته، أخبارهم إيه، كلوا شربوا ناموا صحيوا تمام. وهنا على بعد مسافة مش بعيدة حاجة اسمها جنة العريف، وبرضه أخونا عبد الجواد قال لنا معلومة، العريف اللي احنا عارفينها في اللغة العربية اللي هو أبو العريف اللي زي حالاتي كده، عارف كل حاجة وهو مش عارف حاجة. فقال لك لا، هي بالأسباني يعني المهندس، يبقى هي جنة المهندس. ايه المكان ده؟ ده ممكن تقول انه مصيف للحاكم، المكان اللي ممكن يكون فيه المسجد بتاعه بيتعبد فيه، غير المسجد اللي في المدينة اللي ساكن فيها اللي هي الحمراء. ممكن تقول المكان اللي بيربي فيه الحيوانات والحاجات زي كده والطيور. ممكن تقول كمان ان في جنينة بقى، الحدائق الغناء، ويبقى اذا تحتيه نهر، فيبقى الانهار والورود والبساتين والحيوانات والحاجات زي كده، الطيور اللي هو بيحبها، وطبعا الامر لا يخلو من الوجه الحسن، فتبقى تمام، يبقى الجنة بقى عنده جنة، بقى قاعد في الجنة الحاكم بيروحها مثلا في وقت معين من السنة حاجة زي كده. برضو المكان دوت كل ما هو محيط بالمدينة أو قصر الحمراء هو مكان بيزرعوا فيه الأكل، زي ما احنا عندنا في القاهرة مثلا في مصر، تلاقي مثلا قريب من القاهرة أو من الجيزة تلاقي مثلا القناطر، تلاقي مش عارف يعني كرة قريبة جدا بيزرعوا منها الزرع اللي بيأكلوه طول السنة، بيزرعوه هنا. ولذلك بعض الحكام اللي هم بتوع قشتالة وليون وأراجون اللي هم الأسبان يعني أو القوط الغربيين أو بيسموهم في الكتب المسيحيين أو النصارى، يعني الجهة دي من الحرب ما بين شمال أسبانيا والمنطقة دي، فكان الحاكم مش عارف يخش القلعة، الملك بتاع ليون أو قشتالة، فيوم جاي يروح مطلع جنوده مثلا 10,000 جندي 20,000 جندي لهم، ينزلوا على الزرع بتاعه بوظوه، بحيث انه هنا اللي جوه ما يلاقوش خضار ولا اكل ولا حبوب ولا اي حاجه خالص، فيبقى عندهم مجاعه. ده حصل اكتر من مره في اكتر من عهد. بني الاحمر، بني الاحمر حكموا اكتر من 250 سنه، 250 سنه بس، خلي بالك ما فيش وقت من الاوقات كانوا مستولين على كل اسبانيا زي ما حصل في عهد عبد الرحمن الداخل او عبد الرحمن الناصر او عهد الوزير الهمام او في عهد اسماء كتيره جدا في تاريخ الاندلس. بني الاحمر ليهم قصه،
فيهم أبطال وفيهم مش أبطال، فيهم ناس يتحط على الرأس وفيهم ناس ممكن ببساطة شديدة جدا تخجل أنهم من أهل الإسلام. احنا في الاندلس، احنا في غرناطة، احنا في قصر الحمراء، احنا داخلين جزء من المكان اللي هو اسمه جنة العريف. وانا قلت لكم جنة العريف تعني كلمة العريف اللي هو بالعريف اللي احنا عارفينه، يعني عارف حاجات كتير، وتعني برضو ممكن الرجل الحكيم او تعني المهندس في اللغة الاسبانية. طيب ايه حكاية المكان اللي احنا هنشوفه ده؟ في حكايات كتير وقديم جدا، وكان مكان لاستراحة الحاكم، ممكن يتأمل فيه، ممكن يتعبد فيه، ممكن يقضي فيه وقت لطيف. في تفاصيل هتشوفوها جوه جميلة جدا، لكن اللطيف في الحكاية انه لما الاسبان خدوا المكان كله، الاندلس كله، المكان ده اللي احنا داخلينه جنة العريف ده فضل ملك لشخص موريسكي. هو كان مسلم بعدين بقى موريسكي، وفضل عايش فيه يمتلكه سلالته يعني لغاية سنة 1921. يحاولوا الحكومة هنا تشتري منه تاخده منه، أبدا مش عايز نازل عنه، لكن في سنة 21 تنازل عنه للدولة عشان تعملوا أثر. وهتشوفوا دلوقتي في قصص كتير، يعني في قصص لطيفة بقولك، جابوا مهندسين زراعيين من بره عشان يحافظوا على الزراعة اللي كان بيزرعها المسلمين، نفس الزراعة بطاطس البصل. وهنا تيجي تلاقي مثلا طول ما انت ماشي ده ريحان، تلاقيهم ماشيين كده يعملوا كده، ريحته جميلة جدا. بقولك هو مدخل القصر لما تيجي داخل بيخشوا بالخيل، وبعدين يسيبوا الخيل وينزلوا، فالخيل طبعا بتسيب الروس بتاعها، بيسيب روائح مش لطيفة. فيقول لك يعملوا شجرة ياسمين كبيرة وشجرة برتقان كبيرة، تقوم تغطي عريق روقان. ايه ده الروقان ده؟ خلي بالك وهتشوف هنا، واضح ان العرب كانوا شاطرين جدا في حكاية المية والقناطر، وازاي يرفعوا المية من تحت، وازاي يدوروها، وازاي يخزنوها، لان المية هي الحياة بالنسبة لهم. المية يقدروا يعيشوا، يقدروا يزرعوا، يقدروا ياكلوا، يقدروا يشربوا، يقدروا يعملوا كل حاجة، يسقوا الخيل بتاعهم والحاجات دي كلها. وتلاقي حاجة ملفتة جدا، قال ايه؟ يكتب لك على الحيطة وانت داخل في اكثر مكان، وانت داخل يقول لك ادخل بحلم، تكلم بعلم، قلل الكلام تخرج في سلام. دي كاتبين على الحيطان في حتت كتيرة جدا، بيقولوا للناس كده، ادخل بحلم، خليك لطيف، تكلم بعلم، والكلام مفيد، قلل كلامك، ما تقعدش ترغي على الفاضي، تخرج في سلام. فاحنا هنحاول هنا ندخل بحلم، ونحاول نتكلم بعلم، ونقلل الكلام حتى نخرج في سلام. الحدائق اللي احنا شايفينها دي حدائق حديثة معمولة بعد ما خدت الأسبان، خدوا الأرض ديت بعد 21، مبنية في حدود حاجة و30، 1930 موجودة كل الحدائق اللي انتم شايفينها دي. وطبعا هم حاولوا يعملوها، بذلوا مجهود، جابوا مهندسين من حتت كتير في العالم عشان تتعمل بنفس الطراز الأندلسي العربي عشان تحافظ على المكان. فكرة حلوة بصراحة. الشعار هنا هتلاقيه موجود كتير جدا، وده ليه كماله وليه تفصيله بايخه بصراحه، لكن هي الاصلها ايه؟ طول ما انت ماشي هنا هتلاقي لا غالب الا الله. يقول لك ان ده شعار الموحدون، ولما جم الموحدين هنا الناس قالوا له انت الغالب، قال لهم لا غالب الا الله. لكن بعد شويه من السنين راح كاتب جنبيها
أبو عبد الله الصغير كاتب جنبي لا غالب إلا الله الملك لأبي عبد الله. فحصل حكاية لما يجي وقتها نحكيها. إحنا دلوقتي في الصالون الملكي، خلي بالك انتبه لحسن يكون حد لسه قاعد فيهم ولا حاجة. الصالون الملكي ده كان يقعد فيه السلطان، في مكان يحطوا فيه حاجة تنور بالليل، في مكان يحطوا فيه مية الصبح. الصالون الملكي زي ما انت شايفين بيقول لك اما تيجي تخش على الصالون الملكي ادخل ايه؟ ادخل بحلم، تكلم بعلم، قلل كلامك، تخرج ايه؟ يعني وانت اخر احترام. هتعمل حاجات غير كده ممكن يرموك من البلكونه. في كلمه برضو مكتوبه عندنا هنا قريناها في اكتر من مكان، من حسن كلامه وجب اكرامه. لكن يا ترى الحكام هنا لما كانوا الوزراء بيقولوا راي مختلف كانوا بيعتبروا الوزير حسن كلامه وجب اكرامه ولا دول سجنوا بعض؟ على فكره بص في تاريخ الاندلس، انت ماشي بتتفرج على القصر ده، تذكر يا اخي، تذكري يا اختي، ان هنا في ملك في يوم من الايام قتل ابنه حفاظا على حدود الله. تصدقوا عمل كده ابن ابي عامر. وفي واحد تاني قتل اخوه عشان يقعد في البلكونه دي. يعني هنا في واحد قتل اخوه عشان يقعد في البلكونه دي، وفي واحد قتل ابنه عشان حد من حدود الله. يعني كان في عدل عظيم وكان في خلل فكري يعني برضه عظيم الحقيقه. الشجره اللي انتوا شايفينها دي بقى ليها قصه، ممكن تكون قصه مفوته شويه لكنها ممكن تكون قصه حقيقيه، لانه كان بيحصل. هما سندينها كده عشان عايزين يحافظوا عليها، الشجره ماتت. بس يبدو ان القصه ما ماتتش. ايه القصه؟ بيقول لك ابو عبد الله اللي هو اخونا محمد الصغير كان بيتمشى في الجنينه وعمال يشم في الياسمين والورد والحاجات الحلوه دي، وبعدين بيبص كده لقى مراته معاها واحد وفي قبلات والذي منه. يا نهار اسود، مراته بتتبس، الحق. الواحد طبعا ركب الحصان وجري، لكن هو لمحه ان هو واحد من بني السراج. بني السراج دول مش حاجه سهله، دول يعني عليهم القيمه جامد قوي، من افريقيا واسره كبيره جدا واسرهم جنب قصر الحاكم وقصه كبيره. فبتقول الروايه انه عزمهم على العشاء، عمل لهم اكل السمك مثلا او حاجه زي كده، ما نعرفش. لكن في قاعه هنشوفها هنا في القصر الاحمر او القصر الحمراء، في اشاعه بتقول ان في القاعه دي، انتوا عارفين حكايه محمد علي والمماليك، هو في القاعه دي قتل 37 رجل من اهل السراج او من بني السراج مقابل هذه القبله الساخنه. طب هل هي القبله فعلا السبب ولا كان في قصه اخرى تخص عائشه الحره؟ لان محمد الصغير قصصه في الاندلس لا تنتهي الا بالعبارة التي أنهت كل شيء. السلم اللي انتوا شايفينه ده فيه فكرة، مسجد فوق، واضح ان الخليق الحاكم هنا كان عايز يعمل مية وضوء قبل ما يطلع يصلي المسجد. فهم كان عندهم هندسه متطوره جدا في المياه، فعملوا ايه؟ زي ما انتم شايفين عاملين حاجه زي سلم وفي حفره، تقوم المياه المساله دي تنزل المياه ببطء وتنزل في الحفره الحاجات التقيله تركز فيها وتفضل المياه، بحيث ان هي لما تنزل تحت تبقى بطيئه بطء يسمح بالوضوء، وفي نفس الوقت بتبقى نقيه اشد درجات النقاء طول ما هي نازله على حاجات الشوائب عماله تنزل فيها. كانوا شاطرين يعني، كانوا بيعملوا. بس خلي بالك احنا كل ده بنعمله بمهارة وبعظمة، والاندلس في حالة ما يعلم بها الا الله. في غرناطة اجمل حاجة تشوفها قصر الحمراء او مدينة الحمراء. المدخل اللي احنا شايفينه ده معمول من قريب، يعني من سنين، 100 سنه 70 سنه حاجه زي كده، عشان نقدر نخش على المدينه على طول. لكن المدينه
لو تيجي هبه كده تبص من هنا هتلاقي المدينه تحت، مدينه ليها مداخل من تحت، مدينه عريقه. الجزء اللي اتمشينا فيه دوت كان جزء المدينه. طبعا كل الاثار المباني اللي فيها، وفي حكايه غريبه قوي سمعتها دلوقتي ما كنتش اعرفها بصراحه، سمعتها من عبد الجواد المرشد المقيم هنا في الاندلس في غرناطه. قال لي انه نابليون لما جه اخوه لويس جه فتحه وقعد في غرناطه، وهو ماشي كسرها. انا اعرف ان الفرنسويين ما بيعملوش كده، يعني الفرنسويين بيعملوا حاجات كويسه، انما يقال ان هو يمكن كسرها ويمكن اما عادوا فيها فتره اهملوا فيها فدمرت الجزء الخاص بالمدينه اللي كان عايش فيه يقال 4000 شخص عايشين، وده رقم كبير زمان عايشين في المدينه هنا. لان احنا دلوقتي بيننا وبين قصر الحاكم في شارع، وبعدين نخش على قصر الحاكم بقى، دي حاجه تانيه. اما الاثار دي اللي انتم شايفينها فدي كان قصر العيله الكبيره اللي هي عيله بني سراج او بني سراج، دي عيله كبيره، ودي اللي قلت لكم عليها الخاصه بالشجره اللي كان فيها قبله من واحد من بني سراج، وحصل لهم قصه في اوضه ليهم تخصهم جوه في القصر. انما ده القصر اللي كان قصاد قصر الحاكم، ودي حاجه يعني معناها ان العيله دي عيله كبيره. ولو قربت الاستاذه هبه شربي كده ربنا يهديها ونشوف جوه هنلاقي في نافوره، مكان نافوره، ونشوف مصاطب كده، وهو ده كان الحمام بتاعهم زمان. طبعا مش اي بيت كان يبقى فيه حمام زمان، ما كانش فيه حمامات في البيوت، فدول عاملين مش بيت، هم عاملين ساونا سبا، يعني فيها اماكن للراحه وبتاع زي ما انتم شايفين القصر ده. معناه انه كان قصر كبير لانه ممتد لغايه هناك كده. في من اثار مدينه الحمراء. اما الان فلنتقدم الى قصر الحمراء وحكايته. في الشارع الملكي، تعالي كده هنا. الشارع ده في مدينة الحمراء، مودي كده على المكان اللي احنا صورناه من شوية صغيرين، اللي هو المكان اللي عايش فيه الوزراء والعامة والملك بقى يخرج من هنا يمشي كده. هنا في حاجة غريبة جدا، دي بيوت قديمة، لكن في وسطهم في بيت، في أسرة أسبانية قاعدة ما بتبيعوش، فتقريبا هي الأسرة الوحيدة اللي عايشة في منطقة الحمراء أو في مدينة الحمراء. الكلام عن أسرة الحمراء ده كلام طلع مش دقيق، الدقيق إنها مدينة، مدينة كبيرة جواها أسرة الحمراء. الأسرة ده بقى ليه زيارة خاصة هنروح إن شاء الله، إنما ده الممر اللي بيطلع على المدينة نفسها. هنا في قصر وفي كاتدرائية أو كنيسة. الكنيسة دي اتبنت على برضو كان في جامع وبعدين اتهد وبعدين بنوا عليه الكاتدرائية دي. القصر اللي على شمالك ده هبة، ده بتاع الإمبراطور كارلوس الخامس، ده هو بدأ يبنيه ما كملوش، قعدوا سنين طويلة يبنوه، لكن ما حدش يعني عاش فيه من الحكام، الحكام الخواجات يعني ما عاشوش فيه، لكن بنوه. هنشوف هنا كمان في حاجة، بانيو لا مسكيتا اللي هو ده ممكن تقول الحمام، وبقى يبقى فيه الميضة برضو اللي هي الوضوء. ده الحمام ده كان بتاع الجامع ولسه مازال هو هو، يعني هم موضبينه بس يعني مرممينه، لكن هو زي ما هو. ده حمام الجامع زي ما انتم شايفين قديم، باين عليه القديم جدا. الكاتدرائية دي اتبنت 1600 وحاجة، بنعتبرها حديثة يعني بقى لها 450 سنة حاجة زي كده. وطبعا الفرق بين في المعمار باين وفي القدم باين.
ده تقرير صورة، يعني تقرير في صورة هي اللي بتتحدث عن الذي كان. في ملاحظة قال لي برضه عبد الجواد مهمة، انه اخواننا الخواجات لما كانوا يعملوا بناية كانوا يعملوا من بره تحف. القصر ده زي ما انتم شايفين بتاع كارلوس الخامس، قعدوا مئات السنين يبنوه، يعني ارقام 400 سنة وبتاع حاجات زي كده، لانه حصل في الوقت في النص حروب وحاجات زي كده، فوقف البنى. ويقولوا ان كمان ان نابليون لما جه هنا عملوا مكان للسلاح، تخزين الاسلحه. وزي ما انتم شايفين هنا حاجه ملاحظه حلوه قالها لي عبد الجواد، انه اخواننا الخواجات يحبوا يعملوا تحف من بره، من جوه ما تلاقيش حاجه، عادي قصر عادي. انما هنا زي ما انتم شايفين كل حته في المبنى فيها تفصيله، يعني حتى الحجر ده بصوا عاملين عليه شغل عامل ازاي. في شغل كتير قوي. نيجي بقى للمسلمين اللي عاشوا هنا 800 سنة وخمسة، يعملوا المنظر ده اللي هو ما يهتمش قوي باللي بره، يعني بيعمل المنظر اهو يعني ماشي الحال، لكن لما هتخش القصر من جوه هيجي لك ذهول من التفاصيل اللي هم عاملينها جوه القصر، حته حته جزء جزء عاملين فيه شغل يعني جبار. ولذلك يقول التاريخ ان كل ما هم اهتموا بالبنى ده كل ما ضعفت الدولة بتاعتهم، مش قوية. لان هنلاحظ دوت في التاريخ طول الوقت، يعني بني الاحمر اللي هم عملوا كل الهيصة اللي احنا فيها دي ما توحدش الاندلس تحت ايديهم ابدا، وكان اخر واحد فيهم سلم الاندلس لملوك قشتالة وليون وحاجات زي كده، سلمها المدينة التحفة اللي احنا فيها دي، سلمها كده، قال لهم اتفضلوا خدوا المفاتيح وركب العصام بتاعه ومشي، نتيجة الضعف ونتيجة محاربة المسلمين بعضهم لبعض ونتيجة انتباه الغرب، اتحدوا مع بعض قشتالة وليون بعد ما كانوا بيحاربوا بعضهم كمان على فكرة مش احنا بس. حصل انه في اليزابيث او ايزابيلا اتجوزت حد من المملكة التانية، فراحوا متحدين فراحوا عاملين مملكة، قالك ننزل بقى المسلمين هاتتك بتتك، نزلوا ويطلعوا المسلمين من الاندلس. بس ده بتدي لك فكرة عن فكرة الناس هنا، بيهتموا بالمظهر الخارجي كويس جدا، احنا هنا ما بنهتمش، لكن لو دخلت هنا من جوه هتلاقي عكس هنا من جوه، هنا من جوه هيبقى في حاجات فيها تفاصيل جميلة جدا. نشوف طلع على الجبال ازاي وعلى البيازين قدامنا هنا، منطقة مهمة جدا. فلما احنا قعدنا هنا 800 سنة سيبنا افكار حلوة وسيبنا حضارة حلوة وسيبنا قصر على هنا اهو، هيبقى عايز حكاية كبيرة قصر الحمراء.